شركة تنمية نفط عمان توقع اليوم على اتفاقية تمويل لمشاريعها بقيمة 4 مليارات دولار مع مجموعة من المؤسسات المالية الدولية. بدأت اليوم بولاية وادي بني خالد في محافظة شمال الشرقية هبطة الخالدية لموسم عيد الفطر المبارك لهذا العام في السوق الأهلي والمعروف باسم سوق الاثنين في الحي التجاري بالولاية. أوقع هجوم انتحاري 36 قتيلاً وأصاب قرابة 150 شخصاً في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وقد أعلنت السفارة السعودية في تركيا أن 7 سعوديين قد أصيبوا في الأحداث.